يوصلوا الى جهات رسميه مهمه. الصرف نفس الشيء، اربد جابوا لها عبد الرؤوف الروان بينها وبتضع هذه المشاريع بشكل عام. السؤال الثالث حكيت بضل عندنا 9 اشخاص عجون وعضو واحد من البلد الثاني وغيره والاعضاء لا يتقاضى الحياه العامه، لكن من الذي يقر على الاقل مره واحده او كلما دعت الحاجه؟ وبالتالي بلديه عجلون المقصود هنا وطبيعي المشرع في تغاير انه ليش في انماطها من قبل الهيئه العموميه. مهام اللجنه قانونيه وبيعملوا تعليمات معنيين بجال تعليمات ماليه للمؤسسين لاول مره، وبعد ست ممكن انه يوصلوا الى جهات رسميه مهمه. الصرف نفس الشيء، اربد جابوا لها عبد الرؤوف الروان بينها وبتضع هذه المشاريع بشكل عام. السؤال الثالث حكيت بضل عندنا 9 اشخاص عجون وعضو واحد من البلد الثاني وغيره والاعضاء لا يتقاضى الحياه العامه، لكن من الذي يقر على الاقل مره واحده او كلما دعت الحاجه؟ وبالتالي بلديه عجلون المقصود هنا وطبيعي المشرع في تغاير انه ليش في انماطها من قبل الهيئه العموميه. اليوم الاجتماع التأسيسي للمؤسسين لمؤسسة إعمار عجلون، وهذا الموضوع هو تم باجتماع مسبق وبعد أخذ الموافقة من رئاسة الوزراء تم الاجتماع اليوم للسير بإجراءات إشهار وإعلان المؤسسة والسير بالأمور القانونية. هذا حلم لأبناء عجلون تحقق من خلال موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء مؤسسة إعمار عجلون. تداعى المؤسسين اليوم في هذا المكان الجميل من جبال عجلون، محمية عجلون، غابات عجلون، وتم انتخاب مجلس إدارة مؤقت. مهمتنا وضع المؤسسة على المسار الصحيح. اليوم تحقق إنجاز رائع بأن خرجت مؤسسة إعمار عجلون إلى حيز الواقع والوجود وباجتماع الهيئة التأسيسية وانتخاب مجلس إدارة. وكما تعلم ويعلم الجميع فقد واجه التأسيس صعوبات عدة، ولكن بتضافر الجهود الجميع تم تخطيها والخروج بهذا الإنجاز.